اهلا ومرحبا بكم في توقعات احوال طقس اليوم غد الجمعه. غادي تستمر الاجواء الحاره داخل الاقاليم الجنوبيه والمنطقه الشرقيه والسهول الداخليه، فضلا عن مرور سحب كثيفه تقدر تعطي قطرات مطريه متفرقه غرب الواجهه المتوسطيه وبالشمال الغربي. غادي تشكل سحب منخفضه كتل من الضباب المحلي فوق السواحل خلال الصباح والليل، وغادي تظهر السحب غير مستقره مرفوقه بزخات مطريه ورعديه فوق مرتفعات الاطلسي الكبير والمتوسط والريف، حيث ستمتد نحو هضاب الفوسفات والسيس وشمال المنطقه الشرقيه. كما ستلاحظ سحب من الجنوب شرق الأقاليم الجنوبية، عدا ذلك غادي تبقى السماء صافية بباقي الأرجاء. غتهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية وجنوب شرق البلاد، وضعيفة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب السهول الشمالية والوسطى. الآن خليكم مع درجة الحرارة. بالنسبة لمدينة طنجة غادي تعرف 21 درجة، 23 درجة في كل مدينة وجدة وفاس، 20 درجة بالرباط كذلك بمدينة الدار البيضاء، 21 درجة في مكناس، 24 في مراكش، 20 في أكادير وكذلك في العيون، و 21 درجة في مدينة الداخلة. الآن خليكم مع توقعات أحوال الطقس لهذا الأسبوع. شوف تيفي جابت لكم الجديد لابليكاسيون موبيل واللي جات بين يديكم مجموعة من الامتيازات، أجيو نكتشفوها. التطبيق ديالنا شامل كيضم التلفزه الالكترونيه، الجريده الالكترونيه، شوف سبور، المراه تي في واسبوعيه المشعل. اخر المسجدات كتوصلوا بها مباشره من كتانستاليو التطبيق ديالنا، والاكيد انكم كطرحوا السؤال ديال كيفاش نحصلوا على هذا التطبيق. زوار ديالنا اللي عندهم الاندرويد يكفي انكم تدخلوا البلاي ستور وفي لا بار دو ريشيرش تابيو شوف تي في، وهي لابليكاسيون عندكم. جديد الاخبار وسكوبات بالصوت والصوره، البرامج، حوارات وريبورتاجات كلها متوفره في لابليكاسيون شوف تي في. وبلا ما نساو التطبيق ديال شوف سبور اللي غادي يطلعكم على اخبار حصريه ومثيره في عالم الرياضه بالصوت والصوره. شوف تي في، اخر الاخبار بين يديك بسامبل كليك.